انت مقتنع انه طول الوقت، انا من الناس اللي مقتنع انه طول الوقت ان مصر بلد مهم جدا في المنطقه، من البلاد اللي مهمه كانت زمان في العالم القديم اذا صح التعبير، حتى مع اكتشاف العالم الجديد والتغيرات في موازين القوى السياسيه الى اخره، مصر فضلت واحده من اهم الدول اللي بتاثر على الاقل في صناعه القرار، حتى وللاسف لما كانت تحت احتلال باشكاله المختلفه، سواء اذا كان بقى تحت احتلال اتراك في فتره من الفترات زادوا غطى علينا انه فوق الاحتلال التركي راحوا جايين الفرنسيين احتلونا 3 سنين، فبقى احتلال فوق الاحتلال، خرج الفرنسيين دخلوا الانجليز، يعني كان في لخبطه كده حصل، يعني ما تفهمهاش يعني ايه دوله محتله فتحتل من احتلال اخر فوق الاحتلال. وبالرغم من ذلك كانت برضو مصر ضالعه في صناعه القرار على الاقل جوه الدول اللي كانت مؤثره على الكره الارضيه لو صح التعبير. مرت اكيد على مصر فترات نراها جيدة جدا وإيجابية، ومرت برضو فترات مظلمة، منها الفترة اللي حكم فيها الإخوان المسلمين على سبيل المثال من 30/6/2012 لحد 30/6/2013، ومن وقتها مصر عندها معركة كبيرة. المعركة مش بس في اتجاه الإخوان المسلمين بوصفهم تنظيم أو جماعة إرهابية، والمعركة مش بس معركة أمن، يعني نحن ندور على كوادر الجماعة أو العناصر الإرهابية التكفيرية اللي موجودة منها أو المنبثقة عنها أو حتى الخارجة عنها ذاهبة إلى داعش أو أي تنظيم آخر، هي المسألة معركة أفكار، معركة عقول. وعلي خلونا نرحب جدا بضيفتنا العزيز داخل الاستوديو الدكتور نفيم مسعد، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. نورتينا. اهلا وسهلا استاذ. ازاي الصحه دكتور؟ الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. معركه الافكار بتستمر، يعني تبدا وتنتهي ولا تظل مستمره لفتره طويله؟ يعني انا من المؤمنين انه الرصاصه هي آخر مرحلة من مراحل تطور الإرهاب. الفكر هو يعني مناط الإرهاب والتطرف بشكل أساسي، وبعدين بيكون فيه عنف سلوكي تعدي على المساحة الخاصة للآخرين وصولا إلى إطلاق الطلقة. فالمعركة بقية ما بقي الفكر، والفكر لا يقاوم إلا بالفكر، يعني بالإضافة إلى الحل الأمني والجهوزية الأمنية للتعاون مع هذا الشكل العنيف من أشكال التعبير عن الفكر المتطرف، لابد أن يكون هناك تحرك على مستوى الفكر. ويعني لذلك احنا بنجد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكرر المرة تلو الأخرى لابد من تجديد الخطاب الديني، لأنه الذين يستخدمون السلاح في يعني في التعبير كوسيلة للتعبير هم يوظفون ويلوون الآيات والنصوص وفقا لأفكارهم، ولا يوجد يعني تفسير واحد من وجهة نظرهم، لكن كل فئة وكل جماعة تملك تفسيرها الخاص، وبالتالي نلاقيهم هذه الجماعات المتطرفة تتصارع مثلا في أفغانستان وتتصارع في سوريا وتتصارع في ليبيا. ليه؟ لأن كل واحد منهم بيدعي الحقيقة، امتلاك الحقيقة المطلقة، فهم يتصارعون مع بعض وفق تفسيراتهم الخاصة جدا والمحرفة لصحيح الدين، ويتصارعون مع عامة الناس ممن لا يشتبكون معهم في هذا التفكير. فيعني الإرهاب باقي ما بقي الفكر المتطرف. الإرهاب باقي ما بقي الفكر المتطرف، ولا إنه الفكر المتطرف والإرهاب باقين ما دامت البشرية موجودة؟ هو طبعا يعني فكرة الشذوذ بشكل عام، الشذوذ الفكري هو موجود ولا يمكن أن ينتهي أبدا، لكن المساحة التي احتلها هذا الشذوذ هي التي تختلف من مجتمع إلى آخر، تبعا لدرجة يعني توفر الظروف التي تسمح بظهور فكر مضاد، فكر مدني، فكر يحاجج الفكر المتطرف، يثبت طوال الوقت أنه هذا التفكير المتطرف يعني انتهازي
ويقوم بتوظيف الدين لصالحه، يوجد إعلام مستنير يخدم المثقفين ويخدم يعني فكرة مواجهة التطرف الفكري، يوجد تعليم على كل المستويات يخرج عقولا نيرة تؤمن بأن المواطنة هي الأساس وأنه الجميع متساوون أمام القانون. يعني الشذوذ، يعني ما أريد أن أقوله أنه الشذوذ موجود في كل يعني الأوقات والحضارات، وإحنا بنلاقي أنه المجتمعات المتقدمة نفسها بنلاقي واحد يطلع يضرب يعني يقتل المصلين وهم لا عملوا له حاجة ولا أي شيء، يعني في نيوزيلندا على سبيل المثال وهي بلد هادئة ولا يوجد فيها هذا النوع من أنواع التطرف الفكري، ولكن يعني هذا نوع من أنواع الشذوذ الفكري موجود حتى في إطار مجتمع ليبرالي تقدمي مستنير إلى آخره. لكن نشوف بقى يعني رد فعل السلطة، كيف تصرفت السلطة، كيف يعني داوت مشاعر المسلمين، كيف يعني عوقب القاتل أو المجرم إلى آخره. فهناك استثناءات، دائما هناك استثناءات، لكن التعويل هو على أن تكون هذه الاستثناءات محدودة جدا وفي أضيق نطاق حتى تسود القاعدة ويسود الفكر الصحيح والناس الأسوياء والعقول السليمة.